سلطنا الواحد الفيديو ديال السيد محمد الكاوي، المهم فيه ما فيه من امور تجاوزات اللي هي فعلا ما عرفتش واش هي ميساج بديك الطريقه. واحد العدد ديال الناس نطعن فيهم بدون علم، وصرح بانه هو نائب الرئيس ديال الجمعيه وواحد العدد ديال الامور. هذيك حتى هي داخل ضمن التجاوزات ديال الاداره اللي دارت، انهما واحد القضيه غنعاود نشير ليها ثاني، انه دخل دارته الاداره كرئيس اللجنه التحضيريه واسسوا الجمعيه وهو غير مستفيد. ها المصيبه العظمى فاش تورطت الاداره. هذه راه النقطه خصكم تفهموها بعدا. علاش ما بين التاريخ ربما نديروا حنا كاع الناس مثلا ديال المدير واللجنه اللي يسموا رئيسهم اللجنه، انهما داروا لجنه وداروا محمد الكاوي مع الناس كذا كمستفيد، ولكن كيف يعقل انه هو رئيس ديال اللجنه التحضيريه واسس جمعيه وهو باقي غير مستفيد، وحاضر معنا السلطه وحاضر معنا المدير والرئيس وكل شيء حاضر، ودازت هذه القضيه بالعلم ديالهم. هنا هذه القضيه كنطلبوا منهم واحد التوضيح هذه العمليه هذه. هذه النقطه الشرح ديالها هو ان واحد السيد كان رئيس ديال اللجنه ديال اللجنه التحضيريه ديال تاسيس الجمعيه، هذه الجمعيه دابا اللي كيقول فيها هو نائب الرئيس، وهو غير مستفيد. انا ماشي رئيس وافقت عليه، انا الجمع العام اللي دار باذن تاع المدير واذن تاع هذوك كانوا حاضرين معنا في المحضر، ماشي انا تنوافق، الاجتماع هو اللي تيقرر. الرئيس يشكل المكتب؟ لا ما كايناش عندنا هنا الرئيس كيشكل المكتب، المكتب الرئيس كيتنتخب بالاقتراع المباشر، وكتنتخب ليكيب المكتب كامل كيتنتخب كفرقه كمجموعه. لا كتختارها الجمع العام. يعني الجمع العام الجمع العام لا الجمع العام اختار المجموعه واختار الرئيس. ملي دار المحضر ملي تسالى الاجتماع دار تشكيله، تا التشكيله ما دار على محضر لا والو، بيناتهم دير هذه دير هذه. الانسان ديك الساعه كانوا الناس ما فاهمينش، كانوا الناس غالطين، داكشي دايز ما فاقوش. متفقنا حنا راه تدازت واحد مده طويله، تتفاجئنا بان الامور غاليه في الطريق الغير صحيح، الطريق الغير صحيح، وعاود ثاني قادينا لها الطريق ديالها ثاني في هذه الايامات الاخيره بعقد جمع استثنائي، وقادينا الامور رجعنا للنصاب ديالها، وقادينا الامور اللي كانت خاصها تقار احنا قاديناها. اللجنه الثلاثيه كان الممثلين ديال الصناع كملت الخدمه ديالها، كملوا دوك 8 المحلات، هنا تدخلوا هاد الناس هادو مندوب والرئيس والقيد وكذا تدخلوا على الخط. اش داروا؟ داروا بين هذيك اللجنه داك الشيء كامل، دارت اللجنه ما بقى منه والو. خرجوا لنا لائحه اخرى. فهمتني؟ خرجوا لنا لائحه اخرى. قال لنا ها انت ها اللائحه ديال المستفيدين. وداروا فيها الكاوي وداروا فيها عناصر اخرى، هذا غير هذا، داروا لائحه اخرى من غير هذيك ديال 93. على اثرها تعقد الجمع العام. فهمت هذه النقطه دابا كي دايره؟ الجمع العام 2005. عطاونا لائحة أخرى من غير هذيك هي اللي تعقد عليها الجمع العام. احنا ما كناش عارفين شنو وقع، احنا ولينا نقولوا ربما هذه اللجنة هذه راه فعلا هذاك الشيء اللي كدير راه منطقي. فهمتي كيفاش؟ فهمتي كيفاش هذه الأمور؟ إمتى تبين هذا الشيء؟ ملي دزنا ودرنا الجمعية وطولنا وزدنا ما كنفهموه الأمور وتعمقنا معاهم، خصوصا في هذه الأيام التالية بانت بلا اللجنة راه ما هي دخلت على الخط. كما كيقولوا دخلت ما عندهاش شي حاجه اللي ضربت بعدا كاين هذاك المحضر ديال 93، راه كان حتى المحضر ديال 93 حيدت منه واحد العدد ديال الناس قالوا هادو غير مستفيدين حيدوهم. وحنا عاود دخلناهم ثاني عطيناهم قلنا لهم سيروا دخلوا لمحلاتكم، اللي بغى يحيدكم ما يحيدكم بالقانون. هذه اللجنه اللي كدعي بان هاد الناس غير مستفيدين تمشي دير شكايه وكذا وتطعن فيهم وتخرجهم قانونيا، مديورين بمحضر قانوني تخرجهم بمحضر قانوني وتثبت الصفه ديالهم. ومال محمد الكاوي ما بقاش في الجمعيه، هو اصلا ملي درنا حنا ملي تبين لينا اش كنقول لك تبين لينا بين الامور اللي كدير هذيك اللي سمت راسها اللجنه المندوب والرئيس وكذا سموا رؤوسهم اللجنه ولات هي اللي تتحمل المسؤوليه، توضح لنا بان هي ما عندهاش صلاحيه. عاوتاني عقدنا جمع عام استثنائي وعاود قادينا الامور رجعنا الامور النصاب ديالها، عاود حيدنا دوك الناس اللي غير مرغوب فيهم بما فيهم محمد الكاوي،
وعاود درنا ثاني مكتب اخر ثاني، درنا عوضناه ب بافراد اخرين، وبلغنا السلطه والمحاضر وكل شيء، وكملنا امورنا. دابا هو اللي فند هذيك اللائحه اللي خرجت من الاداره، من المندوبيه، من المديريه الاقليميه ديال الصناعه التقليديه، هو تبين بانه 93 اللي هي داز كلائحه قانونيه، بالتالي توصلنا بان هي اللائحه القانونيه، ما يمكنش واحد يقدر يطحن فيها. هنا تبين في الاخير بان اللائحه خياتنا اللي خرجوا للرئيس والمدير وكذا، خرجنا ديك اللائحه غير خرجوها مدوها لينا بنينا على الخطا بحال كاك، وخرجنا مكتب فيه ناس اللي ما غير مستفيدين، واللي كيثبت هذه الامور شنو هي؟ هو تا هذاك المحضر اللي داروا فيه هما مستفيدين، جا تا في الانتخاب ديال الجمعيه بواحد الشهور اكثر، كيف يعقل انه شخص موجود في الجمعيه ودار كنائب كدار في الجمعيه في لائحه ديال باش تعقد اجتماع، ودار رئيس ديال اللجنه التحضيريه، هو باقي غير مستفيد؟ اذا هذه المسؤوليه شكون يتحملها؟ هذاك دفتر التحملات ما تعني حتى شي حاجه بالنسبه لنا حنا حاليا، ما تعني حتى شي حاجه دفتر التحملات بالنسبه لنا حنا، ما تعني حتى شي حاجه. اداره تتحمل المسؤوليه اللي بغات تعطيه تطبع ليه راه تعطيه، اللي ما بغاش تعطيه ما تعطيهش، بالنسبه لنا حنا ما تعني حتى حاجه. حنا محضر قانوني حاضره فيه السلطه، حاضره فيه المديريه، حاضره فيه الممثل ديال الشؤون الاجتماعيه السيد العمال، الممثل ديال الشؤون الاجتماعيه، والدار محضر قانوني وتوثق بالمفوض. هذاك محضر قانوني فيه الناس اللي فيه، هذوك هما الناس اللي بان 93 هي اللي ديزا موثقه 100%، ما يقدرش ولا بيطعن فيها، خصو يدوز عن طريق المحكمه ويثبت الصفه، الى غير ذلك واحد المسلسل ثاني خصو تا هو يتبعو ثاني. من وراها ثاني دوك 8 المحلات خرجت اللجنه مباشره، جارت اجتماع مع السيد القايد، حسمت في اللائحه، كملت 8 المحلات كملتهم. اذا الا كانت هذه اللجنه تقول بانني راني انا عندي الصلاحيه ولا عندي انني دخل درت فيها، خاصها تجي تبين لنا علاش بنات بعدا كاين باش تجاوزت اللجنه. الا تجاوزهم مثلا تجاوزهم غير في دوك 8 المحلات، خاصها تحيد حتى ديك 93 تحيدها. اذا هنا هذه راه كيبان لي واحد الديسكور اللي هو واضح للسلطه باش تفهم هاد الكلمه. حنا ما عندنا حتى مع شي واحد شي مشكل ولا شي حاجه، هاد الامور خاصها ترجع للنصاب ديالها ورجع الحق للمواليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.